أهلا بكم مشاهدينا وأسعد الله صباحكم بكل خير. جلسة منتصف الأسبوع أمس تمت على أسهم 121 شركة، ربح منها 35 سهما وتراجعت أسعار 75 سهما، بينما استقرت الأسهم المتبقية دون تغير. وللجلسة الثانية على التوالي تسجل مؤشرات بورصة الكويت تباينا حادا بعد أن فقد مؤشري البورصة العام والأول أغلب مكاسب مطلع الأسبوع. ومشاهدين، حول إقفالات مؤشرات بورصة الكويت في جلسة الأمس، نشاهد معكم بصورة سريعة هذه المؤشرات وإقفالاتها بالنسبة للمؤشر السوق العام. تراجع 43 نقطة واستقر عند مستوى 7009 نقاط وستة أعشار النقطة. القيمة المتداولة في مؤشر السوق العام في إقفال جلسة الأمس 49 مليون و 71 ألف دينار، بينما الكمية المتداولة 199 مليون و916 ألف سهم. عدد الصفقات في مؤشر السوق العام 13181 صفقة. هذا بالنسبة لمؤشر السوق العام. أما بالنسبة لإقفال مؤشر السوق الأول فقد تراجع 64 نقطة وستة أعشار النقطة عند إقفال مستوى 7620 نقطة. القيمة المتداولة في إقفال جلسة الأمس عند مؤشر السوق الأول 36 مليون و64 ألف دينار، بينما أحجام التداول وصلت إلى 111 مليون و752 ألف سهم بعدد صفقات وصلت إلى 8076 صفقة. أما بالنسبة لإقفال مؤشر السوق الرئيسي 50 فحقق مكاسب وصلت إلى 68 نقطة وتسعة أعشار النقطة عند مستوى إقفاله 5844 نقطة وعشرين النقطة. القيمة المتداولة لمؤشر السوق الرئيسي 50 وصلت إلى 5,361,000 دينار بأحجام تداول وصلت إلى 36 مليون و300,000 سهم بعدد صفقات وصلت إلى 2595 صفقة. بينما مؤشر السوق الرئيسي في جلسة الأمس أقفل عند مستوى 5,983 نقطة وثمانية أعشار النقطة بمكاسب حققها 29 نقطة و18 نقطة. 13 مليون و6000 دينار هي مستوى القيمة الإجمالية عند مؤشر السوق الرئيسي في إقفال جلسة الأمس، وأحجام التداول وصلت إلى 88 مليون و163 ألف سهم بعدد صفقات وصلت إلى 5105 صفقات. أما بالنسبة مشاهدينا في إقفال جلسة الأمس أكثر الشركات ارتفاعا، فكان خليج التأمين بالأول دينار و620 فلس بارتفاع 210 فلوس، وبعد ذلك وثاق عند 39 فلس بارتفاع فلس واحد، وأيضا من أكثر الشركات ارتفاعا أصول عند 83 فلس بارتفاع 3 فلوس، وأيضا مبرد عند 87 فلس بارتفاع فلسين، وأخيرا المساكن عند سعر 27 فلس واستقرار أو ارتفاع دون مستوى الفلس واحد. هذه بالنسبة لأكثر الشركات ارتفاعا في جلسة الأمس. أكثر الشركات انخفاضا يونيكاب عند 150 فلس بتراجع 46 فلس، وبعد ذلك الرابطة 42 فلس بتراجع 4 فلوس ونصف الفلس، وكذلك المعدات 31 فلس بتراجع فلسين، ورقية 183 فلس بتراجع 13 فلس، وأخيرا امتيازات عند 89 فلس وبتراجع 4 فلوس. هذه بالنسبة لإقفالات مؤشرات بورصة الكويت مشاهدينا في جلسة الأمس، وأيضا كانت هناك تباين ما بين أداء المؤشرات. أما بالنسبة لمشاهدينا ناخذكم راح في جولة عن الصحف المحلية لأبرز التحليلات والتوقعات لجلسة اليوم، ونبدأ مع جريدة الجريدة، حيث قالت جريدة الجريدة أن مصادر مطلعة تقول بأن هيئة الأسواق تعكف على إعداد دراسة لقياس مدى قابلية الشركات المدرجة على الالتزام بإعداد ونشر تقارير الاستدامة لتتمكن من خلالها من تحديد موعد زمني لجعلها إلزامية على الشركات المدرجة، علما أن عملية التطبيق ستكون بشكل تدريجي وستبدأ بالشركات المدرجة في السوق الأول، لا سيما أن أغلبها يقدم التقارير الخاصة بها، إذ تقوم 21 شركة مدرجة بإصدار تقارير الاستدامة بشكل غير إلزامي. ومن جريدة الجريدة إلى جريدة الأنباء، حيث قالت الأنباء أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت صافي ربح خاص بمساهمي الشركة الأم
بلغ 5 ملايين دينار، ما يحمل نموا يقدر بنسبة 48% قياسا بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم 9 فلوس. وقالت الشركة في بيان صحفي أنها سجلت نموا في أصولها بالنصف الأول من 2024 يبلغ 10,800,000 دينار بنسبة نمو 4.5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. في مقالة القبس أعلنت شركة أجلتي جلوبال بي إل سي أن أرباح الربع الثاني حيث ارتفعت بنسبة 28% قبل خصم الاستقطاعات لتصل إلى 167 مليون دولار، كما زادت الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 1,100,000,000 دولار. وقال رئيس مجلس إدارة شركة أجلتي جلوبال طارق سلطان أن أكبر الشركات التي تملكها وتديرها أجلتي وهي منزيز للطيران وترايستار وأجلتي للمجمعات اللوجستية، وهي شركات تعمل خارج الكويت، سجلت نموا قويا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ذلك تماشيا مع استراتيجية النمو الخاصة بكل منها. ومشاهدينا من الصحافة ننتقل إلى بورصة الكويت والزميل عايد العنزي حتى نعرف معه التفاصيل قبل بدء الجلسة. عايد صباح الخير، وأطلعنا حول ما لديك من البورصة حتى هذه اللحظة. صباح الخير نواف، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا نواف، تراجعات غير مبرره امانه للسوق ككل، والتراجعات اتت من السوق الاول خاصه بيتك اللي تراجع بقوه بما ضغط على البنوك ككل، فيما السوق الرئيسي كان في المنطقه الخضراء بسبب ارتفاع الخليج التامين، ولكن التراجعات اتت من يونيكاب، تراجع قوي وكبير جدا ليونيكاب في جلسه امس بكميات تداول كبيره جدا، واضح ان عمليه المضاربه كانت عنيفه في جلسه الامس. كذلك تراجعت اغلب شركات السوق الرئيسي، لكن استثني الخليج التامين اللي حول مؤشر السوق الرئيسي المنطقة الخضراء. السيولة كانت 49 مليون، و 49 مليون أغلبها سيولة بيعية وليست شرائية في جلسة الأمس، لكن نعمل في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام بارتداد إيجابية لجميع الشركات، خاصة مع ارتداد أسواق المال العالمية ارتفعت أمس بقوة، وكذلك رأينا ارتفاعات إيجابية لأسواق المال الآسيوية أمس واليوم. نأمل التوفيق للجميع مشاهدينا الكرام، خاصة أن عندي كثير من الأخبار والنتائج المالية لكثير من الشركات في هذه الجلسة، والنتائج المالية قبل اليوم الأخير غدا يسدل الستار عن النتائج المالية لجميع الشركات. عندي أنا أول شيء يعني نتائج مالية، وعندي خبر عن عقارات الكويت. قبل كل شيء مشاهدينا الكرام نقرأ الخبر عن عقارات الكويت. عقارات الكويت يقول لك بصاحن، طبعا معلومات جوهرية، نظرا للبدء في أعمال تطوير وتصميم وتنفيذ وتسويق مشروع تلال الطي في إمارة الشارجة في دولة الإمارات، مما استجوب إعادة تصنيف هذا الاستثمار والمدرج ضمن بند العقارات الاستثمارية لبند عقارات محتفظ بها لغرض المتاجر. راح يكون عندهم انخفاض في رصيد العقارات الاستثمارية ب 20,556,000، زيادة رصيد عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة بنفس القيمة 20,556,000، زيادة في الأرباح من التغيير في القيمة العادلة للعقارات بمبلغ 6,755,000. هذا راح يظهر في الربع الثاني، يعني عقارات الكويت راح يظهر في الربع الثاني مشاهدينا الكرام. هذا بالنسبة لخبر عقارات الكويت. أما عندي أنا سمنت الكويت، عندنا نمو في الأرباح 209%، 209% سمنت الكويت يحقق بـ2,510,000، أي ما يعادل 3.5 فلس، مقارنة بربح 813,000 3.1 فلس. التمدين العقاري عنده انخفاض 19% تحقق 8,259,000، أي ما يعادل 20.6 فلس، مقارنة ب 10,190,000 25.4 فلس. إيفا عنده انخفاض في الأرباح عنده 24%، 4,024,000، أي ما يعادل 14.4 فلس، مقارنة ب 5,324,000، أي ما يعادل 19 فلس. الصناعات الوطنية أو مجموعة الصناعات الوطنية عنده نمو في الأرباح 124%، حيث حقق 30,390,000، أي ما يعادل 12.7 فلس، مقارنة ب 13,489,000، أي ما يعادل 5.7 فلس. منتزهات في نمو في الأرباح 43%، حققت 2,334,000، 11.9 فلس، مقارنة بـ1,656,000، أي ما يعادل 8.4 فلس. المتكاملة نمو 45%، 1,845,000، أي ما يعادل 11.25 مشاهدين الكرام فلس، مقارنة بـ1,956,000، أي ما يعادل 7.7 فلس. وأسيكو تحقق خسارة 2,322,000 مقابل خسارة 3,021,000، راح استعجل أنا. ونفست عنده خسارة 512,000 مقابل ربح كان العام الماضي 172,000. المعامل عندنا انخفاض في الأرباح 1,340,000 مقابل 1,624,000.
كذلك سينرجي عنده خسارة 77,000 مقابل خسارة 248,000. الخليج التأمين انخفاض 34% في الأرباح 16,772 مقابل 25,348. المواشي عندهم ربح 413 مقابل خسارة 140,000. مشاعر انخفاض في الأرباح 39% تحقق 8,004 مقابل 1,315,000 دينار كويتي. 1,315,000 دينار كويتي. هذه مشاهدين الكرام الأخبار على عجالة أمانة. استعجلنا بالأخبار عشان نرصد بس العروض والطلبات وفي هذه الجلسة، ونأمل إن شاء الله بأن تكون الطلبات أكثر إيجابية مشاهدين الكرام، خاصة أن لاحظنا أمس التراجعات القادمة كانت من القطاع المصرفي وتحديدا بيتك. شو راح يصير في بيتك في هذه الجلسة؟ هل يرتد ويرد السوق معه مرة ثانية؟ ممكن طبعا. ضغط بيتك أدى إلى ضغط على الخليج، الخليج أدى ضغط على الوطني، الوطني على كذلك على بوربا. معظم البنوك أمس كانت متراجعة، مثلنا كان عندي استقرار في بورقام فقط لا غير. كذلك شركات السوق الأخرى كانت متراجعة بقوة. يعني نأمل مشاهدين الكرام الأفضل إن شاء الله لسوقنا في هذه الجلسة، ونأمل إن شاء الله بوضعية أكثر إيجابية في هذه الجلسة، ونشوف معاكم الوطني 862-818، الخليج 301-285، الأهلي 300-297، الدولي 178-178، برقان 184-183، برقان راح يكون في المنطقة الخضراء، بيتك 726-709، بنك بوبيان 585-578، الكويتية 154-160، استثمارات الوطنية 230-226، مشاريع 99.7-99.9، أرزان 171-169، أعيان 147-148، الامتياز 45.6-46.8، عقارات الكويت 238-239، تطلب 960,000 عقارات الكويت 238، الصالحية 412-422. لاحظ الطلبات مشاهدين الكرام قاعد تزداد على كثير من شركات السوق في هذه اللحظات. نأمل بالأفضل دائما إن شاء الله. عندي أنا بعد العقارات الصالحية 412-422، المباني 845-808، التجارية 145-145، الصناعة الوطنية 218-219، كيبلات دينار 670-718، السفن 866-878، بوبيان كمويت 588-588، زين 480-422، الجزيرة 868-875، جي اف اتش 96.7-96.1، بنكو 488-186، كذلك نلاحظ المتكاملة 525-530، والبورصة دينارين دينارين 16، والغانم دينار 72 دينار 71، بيوت 483-476 في بداية هذه الجلسة. نلاحظ مشاهدين الكرام البداية مشاهدين الكرام مع هذه الجلسة، ونأمل التوفيق للجميع. السوق الأول وضعيته جيدة لين الحين، السوق الأول وضعيته جيدة مشاهدين الكرام، وقاعد نشوف يعني الأمور إن شاء الله تسير نحو الأفضل في هذه الجلسة، ونأمل إن شاء الله بجلسة خضراء للمؤشرات ككل وليس لمؤشر السوق الأول. لكن السوق الأول حتى هذه اللحظة وضعيته إيجابية. نشوف معكم السوق الرئيسي، وضعية السوق الرئيسي شلون دخول في طلباته، هل كنت في تغيير في طلبات بعض الشركات، هل ترتد الشركات تراجعت بقوة في جلسة الأمس؟ ممكن، ليش لا. نشوف معكم مشاهدين الكرام في البداية التجاري 513-513، التجاري راح يكون منطقة خضراء، العيد 228-232، ميدان 760-800، إيفا 261-259، الساحل كذلك مشاهدين الكرام في بداية هذه الجلسة 59-61، المركز المالي 111-118، الخليجي 680-674، بيان 62.2-61.9، كامكو 92.7-93.5، يونيكاب 165-143، والصفات 76.7-77.5، ونلاحظ آسيا 38.6-38.6، راسيات 382-388، وعربية عقارية 83.6-85، سنام 173. يعني يونيكاب لحد الآن مو واضحة الرؤية، تقريبا نفس اقبال أستر راح ترتفع يمكن في السين او في بدايه الجلسه. الكثير من الاخوان امس بعد الحدث الكبير ليونيكاب والتراجعات اللي كانت حاده جدا، الكل يتساءل عن يونيكاب. نلاحظ عقار 55.257، مزايا 63.5-64.4، منشات 140-135. نلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام بعض الشركات الاخرى وضعيتها في بدايه هذه الجلسه، دشينا الدقيقه الاخيره، ما يمدي، استهلاكيه 111-111، عربي قابضه 413-413، نشوف معاكم في فنادق 133-160، نلاحظ كذلك منتزهات 72-71.8، منتزهات الانتاج مالية جيدة، يونيكاب 111-112،
أنا فزت 116-115 تحقق خسارة وأنا فزت فيها النصف الأول المنار 59-59 مع بداية هذه الجلسة. والله لما الحين مشاهدين الكرام الرؤية غير واضحة لبعض الشركات، ولكن نذهب إلى المنطقة الخضراء إن شاء الله، سوف نذهب إلى المنطقة الخضراء لكثير من الشركات. واللحظات الأخيرة قبل الافتتاح مشاهدين الكرام قاعد أشوف أن الطلبات بدأت تزداد على بعض الشركات، لكن لحد الآن القيمة لحد الآن غير واضحة، السيولة لحد الآن غير واضحة، لكن لون أخضر لجميع المؤشرات، واضحة الرؤية إن شاء الله في بداية هذه الجلسة، وإن شاء الله يكون هناك ارتداد لبعض الشركات، ونأمل التوفيق للجميع مع بداية هذه الجلسة رابع جلسات هذا الأسبوع. افتح الأبواب ننتقل سوية معاكم ونشوف وضعية هذه الجلسة، ونأمل إن شاء الله بلون أخضر لمؤشر السوق الأول. ها هو الافتتاح مشاهدينا الكرام، ها هو الافتتاح قدامكم، نشوف الافتتاح قدامكم لون أخضر مشاهدينا الكرام، لون أخضر معاكم مشاهدينا في بداية هذه الجلسة. الخليجي 680، إيه فرنسا دينار 170، الوطني كذلك، السيولة 537، الوطني فلس، والأهلي 3 فلوس مشاهدينا الكرام. قاعد نشوف بعض التداولات الإيجابية والنشطة في بداية هذه الجلسة لكثير من شركات السوق في البداية. فيوتشر كيد فلسين، جياد 10 الفلس، المنار فلس 0.9. نلاحظ بعض الشركات الأخرى مشاهدين الكرام في وضعية جيدة في بداية الجلسة، إيه فنادق 20 فلس، الرابطة 3.6 مع بداية الجلسة. نشوف معاكم مشاهدين الكرام وربة كابيتال 3 فلوس، استهلاكية كذلك، يونيكاب من 158 تراجع ل 156 في هذه اللحظات. نشوف معاكم مشاهدين الكرام إيه 259، السور 143، ونفست 116 لم تتراجع، سنام 3 فلوس صعودا، متحدة ب 10 الفلس، أولى تكافل 3 فلوس. نلاحظ ارتفاعات عقارات الكويت 240، عقارات الكويت تألق عقارات الكويت في السير في بداية الجلسة. نلاحظ مشاهدين الكرام وضعية جيدة لبعض الشركات، آسيا بتراجع، يونيكاب بست فلوس مع بداية هذه الجلسة. نلاحظ الخليجي يتألق، الخليجي يتألق، الخليجي 10 فلوس صعودا، بيان كذلك بأربعة أعشار الفلس مع بداية هذه الجلسة، كميفك بصعود. نلاحظ الارتفاعات الجيدة والإيجابية مشاهدين الكرام مع بداية هذه الجلسة، والأمور تسير نحو الأفضل لكثير من شركات السوق مع بداية هذه الجلسة، ونأمل الأفضل دائما لسوقنا إن شاء الله. قاعد نشوف الوضعية الإيجابية مشاهدين الكرام مع بداية هذه الجلسة، وقاعد بعض الشركات قاعد ترتفع ارتفاعات جدا جيدة مع بداية الجلسة. قاعد نشوف فعلا هناك نشاطا إيجابيا ودخولا مميزا مشاهدين الكرام على بعض الشركات، ولكن السيولة ما زالت دون الطموح، السيولة ما زالت دون الطموح مشاهدين الكرام مع بداية هذه الجلسة. وقاعد نشوف وياكم الصفات حاليا 77، تجارية 145. لاحظ كذلك مشاهدينا الكرام بعض الشركات الأخرى بوضعية جدا جيدة مشاهدينا، والأمور تسير نحو الأفضل في بداية هذه الجلسة، وقاعد نشهد عمليات شراء جيدة ومحمومة مشاهدينا الكرام على بعض هذه الشركات، وخاصة مثل ما ذكرت أنا قبل شوي الشركات القيادية وضعيتها جيدة، ولكن السيولة ما زالت ضعيفة، 1,038,000 مع بداية الجلسة. الوطني فلس، والخليج فلسين، لاحظ مشاهدينا الكرام، وال الأهلي 3 فلوس، والدولي فلس، وبرقان فلس، وبيتك 4 فلوس، وبوبيان 3 فلوس، الكويتية 5 فلوس، استثمارات الوطنية فلس، الكويتية تراجع 5 فلوس، المشارزان بفلس، عيان كذلك بفلس صعودا، عقارات الكويت فلسين، تجارية فلس، صناعة الوطنية فلسين، بوبيان بتكماويات. نلاحظ الارتفاعات الجيدة مشاهدينا الكرام على بعض الشركات، هيومن سوفت كذلك بوضعية إيجابية مع بداية هذه الجلسة، والأمور تسير نحو الأفضل مشاهدينا الكرام مع بداية الجلسة. ونلاحظ بعض الارتفاعات الجيدة، هيومن سوفت بفلس ارتفاعا، وجي اف اتش بفلس، وبنك وربا فلسين، وميزان 64 فلس لميزان، 64 فلس لميزان مشاهدينا الكرام مع بداية هذه الجلسة. المتكاملة كذلك بتراجع 5 فلوس، الغانم بفلس تراجعا. نلاحظ ارتفاعات لبعض الشركات مشاهدينا، ونشوف معاكم وضعية بعض هذه الشركات في بداية هذه الجلسة، ونلاحظ الارتفاع الإيجابي والنشط مشاهدينا على بعض الشركات، ولكن بكميات بسيطة جدا، بكميات بسيطة جدا في بداية هذه الجلسة، بكميات بسيطة جدا. انفست 116 مع بداية الجلسة، بيتك 712 لبيتك، يرتد بيتك في هذه الجلسة 3 فلوس حاليا ارتفاعا لبيتك مشاهدينا الكرام، وضعية بيتك ما زالت جيدة، وضعية بيتك ما زالت جيدة مشاهدينا الكرام، وهو من يقود تداولات. متى ما ارتفع بيتك اعتقد الوضع راح يكون مغاير تماما، والصعود راح يكون ايجابي لكثير من الشركات، لذلك بيتك هو القائد في هذه الجلسة والجلسات الماضية. نلاحظ مشاهدينا الكرام بيتك هو الافضل وهو الابرز في بداية هذه الجلسة، كذلك الوطني بفلس، والخليج بفلسين، ونلاحظ البرقان بفلس، وبيتك 3 فلوس، بوبيان 3 فلوس ارتفاعا. نلاحظ الارتفاعات، عيان كذلك بفلس، عقارات الكويت فلسين، التجارية بفلس، الصناعات الوطنية بفلسين،
بفلسين، بوبيان بفلس، جيرتي فلسين، هيومن سوفت بفلس، جي اف اتش بفلس، مانجو هربة بفلسين، ميزان 64 فلس فيما يتراجع الغانم والمتكاملة مع بداية هذه الجلسة. نلاحظ مشاهدينا الكرام أبي السيولة بس توصل سيولة شوية إلى 1.5 مليون حاليا، السيولة أول 4.5 دقائق مشاهدينا الكرام مع ارتفاع لجميع المؤشرات، المؤشرات جميعها في المنطقة الخضراء 26 نقطة و17 نقطة للسوق الأول، السوق الرئيسي 20 نقطة و20 نقطة للسوق العام 24 نقطة 18 نقطة والسيولة 1,536,000. لذلك قاعد نشوف مشاهدينا الكرام ارتفاعات جيدة للمؤشرات في بداية هذه الجلسة، نأمل استمرارية هذا اللون وهذا النشاط حتى نهاية هذه الجلسة، لأن قاعد نشوف الوضع ككل لحد الآن في تماسك، في ارتدادة جيدة، في الشركات القيادية محافظة على وضعيتها الإيجابية خاصة المحافظة على اللون الأخضر، لذلك هذا الأمر مهم جدا مشاهدينا في هذه الجلسة، نأمل دائما التوفيق للجميع، نأمل باستمرار هذا اللون حتى نهاية هذه الجلسة، كل الشكر لك نواف، كل الشكر لمشاهدينا الكرام. وكل الشكر لك زميلنا عايد العنزي من بورصة الكويت، شكرا لك. ما الذي يؤثر على أداء السهم؟ تغييرات في قيمة الشركة أو سعر السهم هي نتيجة عوامل مختلفة تشمل التغييرات الاقتصادية الكلية، قد تتأثر عمليات الشركة بالتغييرات الاقتصادية في الأسواق التي تحقق إيرادات منها. التغييرات خاصة بالشركة، تشمل هذه التغييرات تحول في استراتيجية الشركة أو في إدارتها الرئيسية وأصحاب المصلحة أو مورديها وعملائها، بالإضافة إلى أدائها. التوقعات، إذا انحرف أداء الشركة عن توقعات وافتراضات المستثمرين سواء إيجابياً أو سلبياً فقد تعكس قيمة الشركة هذه التغييرات. نظراً إلى أن السهم هو أحد الأصول عالية السيولة نسبياً وهناك تداول مستمر عليه، فإن التغييرات في سعر السهم تتغير باستمرار لتعكس أحدث البيانات للشركة. مشاهدينا عودة لكم مجددا، ونرحب باسمكم بالمستشار الفني للبورصات الأستاذ محمد عرفة. أستاذ محمد صباح الخير، أهلا بك. الخير بداية كالعادة بورصة الكويت تخالف التحسن الذي يطرأ على البورصات العالمية ويبدأ الأداء في التمايل والتباين، برأيك ما هي الأسباب؟ خلينا نأخذها مثلا باتجاه عرضي وليس في ارتفاع أو انخفاض، وبالتالي لا يوجد أي يعني نقطة واضحة بالنسبة لاتجاه السوق بالنسبة لسوق الكويت أو عامة معظم الأسواق. البيانات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر إلى الحد الآن هي نوع من الإشاعات ونوع من الضغط على السوق حتى يتم عملية جني أرباح قوية أو تخارج من السوق بهذه الأسعار القوية، لأن احنا الآن مستمرين على صعود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترات طويلة، وبالتالي وجب عملية جني الأرباح، وبالتالي تجاهل سوق الكويت أو أسواق الخليجية بشكل عام الانخفاضات أو الارتفاعات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية لعدم يقين اتجاهات السوق في الخارج، وبالتالي على ما أظن أن هذا الاتجاه هو يعتبر يعني أفضل من أن يكون هناك نوع من السلبية القوية بحيث لا يكون فيه انزلاقات قوية في السوق الكويتي. طبعا هذا كان بالنسبة للواقع الذي حدث منذ أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية. مع نهاية الأسبوع كان فيه ارتفاعات جيدة نوعا ما، ولكن البعض وصفها بأنها ارتفاعات وهمية، وبالتالي هذه الارتفاعات التي شاهدناها هي فقط لعمليات تعديل من أدنى سعر وصلنا له بعد الانخفاضات الشديدة اللي شاهدناها من بداية الأسبوع الماضي، وبالتالي بدأ البنك المركزي الأمريكي أو البنك الفيدرالي الأمريكي بتصريحات بأن البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة هي مطمئنة إلى الوصول إلى حد 2% من معدلات التضخم. يمكن أخوي نواف نتكلم على معدلات التضخم 2%، صرنا الحين يمكن فوق 5-6 سنوات ولم نصل إلى 2%، يعني طاف علينا كذا فيدرالي رئيس فيدرالي ولكن لم نصل إلى هذا الرقم اللي هو الرقم المحبب للفيدرالي ولن يصل له، وبالتالي صرح بأن البيانات جيدة ولن يكون هناك ضغط عليه من المستثمرين، وهذا كان ما يحدث في الأسبوع الماضي في عمليات النزيف بأن يضغطون على البنك الفيدرالي بحيث أنه يتم تدخل احنا نقول عليها رفع فائدة سريعة أو متدخل سريع من البنك الفيدرالي، ولكن لم يرضخ لهذه الضغوط البيعية التي ظهرت في
الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نتحدث على معدلات التضخم خلال هذا الأسبوع سوف تصدر، وهذا ما ينتظره السوق بشكل عام. يعني الآن هو المحور هو معدلات التضخم، لأن من معدلات التضخم سوف يظهر لنا معدلات التباطؤ أو معدلات الانكماش في الفترة القادمة. طبعا تم نفي أنه سوف يكون هناك معدلات تراجع بالنسبة للاقتصاد أو انكماش الفترة القادمة، ولكن معدلات التضخم هي سوف ما تثبت في الفترة القادمة. نلاحظ على مؤشراتنا وعلى أسواقنا العالمية، أول شيء مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع بأقل من المتوقع ولكن يعتبر جيد. أما ارتفاع عجز الميزانية وصل إلى 244 مليار دولار، طبعا زيادة 10% من نفس العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ الداو جونز بداية، نتحدث على مستويات ارتفاعنا، مستويات 318 نقطة في خلال 5 جلسات ماضية، وبالتالي إلى الآن مع نهاية الأسبوع إلى هذا الأسبوع يوجد ارتفاعات على معظم الأسهم الأمريكية. نلاحظ الاس ام بي على ارتفاعنا هم بعد بمستويات تقريبا حوالي 109 نقاط، إلى الآن لا يوجد أي نوع من الانزلاقات بالنسبة للمؤشرات. أما بالنسبة للناسداك عندنا هم بعد 512 نقطة تم تعويضهم خلال آخر 3 جلسات ماضية، وهذا يعتبر نوعا ما جيد أو فيها نوع من التماسك بالنسبة للسوق. هل يظل متماسك إلى نهاية الأسبوع أم لا؟ هذا طبعا الضبابية هي التي تسيطر على الأسواق الأمريكية بشكل عام. طيب خلينا نتحدث بالنسبة لافتتاحاتنا وإغلاقاتنا على مدار الأسبوع. الداو افتتحنا على مستويات 39,447، أعلى سعر 747 والأدنى عند 761، مع نسبة تغيير وصلنا إلى أقل من 1%. أما الاس ام بي على مستويات 5,325 والأعلى على 434 والأدنى عند 199، مع نسبة ارتفاع وصلنا لحوالي 2%. والناسداك على 16,675 والأعلى على 168 والأدنى على 16,198 بنسبة ارتفاع وصلنا إلى 3%. هذا كان بالنسبة للأسواق الأمريكية. قبل أن نتجه للأسواق الأوروبية، وارن بافيت طبعا خرج من أبل في الفترة الماضية، ذكرناها في الأسبوع الماضي، ولكن ما حدث الآن وما يتحدثون عنه الآن أن السيد وارن بافيت حول أمواله إلى سيولة، وبالتالي هذه نقطة جدا قوية بالنسبة لمستثمر طويل الأمد. الحديث عن تحويل 90 مليار إلى شركته إلى سيولة، طبعا هو يتم شراء أذون خزانة وهو مستثمر أكبر من المستثمر الفيدرالي في أذون الخزانة الأمريكية، يعني يشتري مستويات 235 مليار دولار أذون خزانة عند السيد وارن، وبالتالي هو الآن يحتفظ بسيولة ولن يتم الدخول في السوق في الفترة القادمة. هذا يعطي يعني نذير شؤم بالنسبة للفترة القادمة بالنسبة للأسواق الأمريكية. طبعا هذا كان بالنسبة للأسواق الأمريكية. نعم. بالنسبة في أسواق أخرى، أسواق الأوروبية نتحدث عنها طبعا بنفس الأسلوب بنفس الوتيرة، فيها ارتفاعات لاحظنا في الفترة الماضية بعد الانخفاضات التي شهدناها في الأسبوع الماضي. هناك ارتفاعات على الداكس وصلنا إلى حوالي 400 نقطة، طبعا تراجع معنويات بالنسبة للمستثمرين الألمان في أغسطس، هذا أعطى مؤشر سلبي نوعا ما، ولكن إلى الآن هناك نوع من الإيجابية في الأسواق بشكل عام وارتفاعات بشكل عام، وبالتالي هو يعني مع الموج يمشي الاتجاهات. أما تضخم في سويسرا يتماشى مع التوقعات خلال شهر يوليو. كاك الفرنسي هناك ارتفاعات وصلنا إلى حوالي 107 نقاط خلال آخر جلسات الماضية، ولاحظ أن هناك اتجاه عرضي بالنسبة لآخر 5 جلسات. أما بالنسبة لبريطانيا والحديث عن خلينا نتكلم بالنسبة لبريطانيا والحديث عن معدلات التضخم، هناك يوجد هناك نوع من تراجع في بعض معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. معدلات البطالة عند مستويات تعتبر جيدة نوعا ما، مع تقليل أو بيانات اللي هي أقل ساعات العمل بالنسبة لبريطانيا. نلاحظ أن فوتسي 100 عند مستويات 208 نقطة، هناك اتجاه صاعد بالنسبة لخمس أيام تداول. أما بالنسبة لافتتاحاتنا وإغلاقاتنا على مدار الأسبوع، الداكس على 17,412 والأعلى على 817 والأدنى عند 412، نسبة الارتفاع وصلنا إلى حوالي 2.3%. كاك الفرنسي 7,167 الأعلى عند 319 والأدنى عند 167، أما نسبة التغيير عند 1.5%. 8,026 فوتسي افتتحنا، أما أعلى سعر على 235 والأدنى عند 8,026، مع نسبة ارتفاع وصلنا لحوالي 2.5%.
6%. طبعا هذا كان بالنسبة للأسهم الأوروبية. نعم. أما الأسهم أو الأسيوية. الأسهم الأسيوية طبعا نتحدث الآن عن يعني خلينا نقول أخبار سيئة نوعا ما بالنسبة للصين. يعني هناك نوع من سحب الأموال المستثمرين من الصين في الشهر الماضي، تم سحب ما يقارب حوالي 15 مليار دولار، وبالتالي إذا استمر هذا الوضع في فترة قادمة قد نصل إلى بالماينس بالنسبة للاستثمارات الأجنبية داخل الصين. طبعا هناك نوع من الحديث عن التباطؤ في الاقتصاد الصيني، ويعني الله لا يقولها ان الصين يصير فيها نوع من التباطؤ، لان هي تؤثر بشكل كبير حتى على الاسواق الامريكيه. طبعا نحن نعلم بان الصراع السياسي او خلينا نقول الصراع على رئاسه الولايات المتحده الامريكيه بين السيد ترامب والحزب الديمقراطي، وين وصل السيد ترامب، نعلم كيف يتعامل السيد ترامب مع الاقتصاد الصيني في فتره حكمه، وبالتالي قد تكون سيئه نوعا ما على الاقتصاديين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي. نلاحظ هينغ سينغ هناك ارتفاعات وصلنا لحوالي 400 نقطة. نيكي وهو المفاجأة خلال الخمس جلسات الماضية بعد الانخفاضات الشديدة اللي شاهدناها في الفترة الماضية، نلاحظ في خلال خمس جلسات فقط ارتفعنا ما يقارب حوالي 2260 نقطة خلال آخر خمس جلسات، طبعا بعد التدخل المباشر من البنك الفيدرالي البنك المركزي الياباني على رفع أسعار الفائدة، وبالتالي هذا أعطى إيجابية بالنسبة لنيكي وارتفاعات. نعم. المستشار الفني للبورصات أستاذ محمد عرفة، كل شكر لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا موعدنا معكم في الفترة الثانية من برنامج المؤشر وآخر مستجدات بورصة الكويت، في أمان الله.